بالنسبة للمملكة المغربية كذلك، الشراكة مع روسيا هي جزء من شراكات العالم العربي مع شركائه الآخرين. اليوم العالم العربي يطالب بشراكات فيها القول والفعل. العالم العربي يطالب بشراكات اللي كتاخذ بعين الاعتبار وزنه الإقليمي والدولي. العالم العربي يريد شراكات اللي تكون فاعلة وحقيقية، تأخذ بعين الاعتبار مصالحه. العالم العربي هو قوة في الأمم المتحدة، قوة رقمية، هو قوة إقليمية مؤثرة في العديد من الملفات، وبالتالي على شركائه أن يتعاملوا معه من منطلق الندية، من منطلق الاحترام المتبادل، من منطلق أخذ بعين الاعتبار اهتماماته. وعلينا كمجموعة عربية كذلك أن نقيم هذه الشراكات من هذا المنطلق، من منطلق هل حققت المجموعة العربية مصالحها، هل هناك قيمة مضافة لهذه الشراكات في الحفاظ على الأمن القومي العربي، في تنمية الاقتصادات العربية وغيرها. وبالتالي فهذه الشراكات هذه أهميتها هي من قيمتها المضافة ومن احترامها إلى ثوابت العمل العربي المشترك وثوابت في القضايا العربية المهمة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.